السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار ثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. السلطنة تشارك دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، والإعلان عن تشكيل لجنة لطلبات تسجيل الملكية الفكرية للصناعات الحرفية. أهلا بكم. حصلت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي على الميدالية الذهبية من جامعة تشارلز في براغ بجمهورية التشيك. التكريم جاء في إطار التعاون القائم بين الجامعتين والجهود التي تبذلها الجامعة لمد جسور التعاون مع مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي حول العالم. ويأتي هذا التكريم بعد جهود كبيرة وأنشطة عديدة قامت بها الجامعتان خلال السنوات الماضية، وتعد الميدالية الذهبية إحدى أهم وأرفع درجات التكريم التي تمنح كل عام لشخصيات كبيرة حول العالم، كان آخرها معالي بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة. تشارك السلطنة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف بتدشين فعاليات متنوعة تترجم مدلولات شعار هذا العام. ويحمل احتفال العالم بيوم المتاحف لهذا العام شعار المتاحف وفضاءات الانترنت مقاربات جديدة جمهور جديد. المتاحف وفضاءات الانترنت مقاربات جديدة جمهور جديد، الشعار الذي يحمله اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام، حيث تشارك السلطنة العالم الاحتفال بهذه المناسبة من خلال فعاليات متنوعة في مختلف المحافظات، بدأت من مركز نزوة الثقافي في محافظة الداخلية. دور المتاحف في العالم لا يمكن أن يكتمل بدون فهم الروابط التي تربطه ببيئته الاجتماعية، بمشهده الثقافي وبيئته الطبيعية. ففي هذا العام فعلنا هذا الشعار من خلال تدشين المتحف الافتراضي لمتحف التاريخ الطبيعي، منها نصل إلى جمهور أكبر من خلال الشبكة المعلوماتية. بلغة الأرقام، تجاوز عدد الزوار للمتاحف المنتشرة في السلطنة خلال العام الماضي 46,000، في دلالة واضحة على أهمية المتاحف للتعريف بالأبعاد التاريخية والتراثية والثقافية للحضارة العمانية العريقة. المتاحف بشكل عام لها دور كبير وكبير جدا في إبراز الهوية العمانية والحفاظ على التاريخ العماني بما تحتويه هذه المتاحف من مقتنيات طبعا وآثار قديمة كل في اختصاصه. مجموعة من الحيوانات المحنطة والكثير من المعروضات والمقتنيات الأخرى كانت حاضرة في معرض جسد مشاركة متحف الطفل ومتحف التاريخ الطبيعي والمتحف العماني الفرنسي في هذه المناسبة، فحمل المعرض عنوان متحف خارج الزجاج. مناسبة هذا العام تعكس التوجه الجديد للمتاحف ومدى أهمية استثمار التقنيات الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وخصوصا فئة الشباب. المتاحف وفضاء الإنترنت مقاربات جديدة جمهور جديد، شعار اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام، لتستمر فعاليات الاحتفال به هنا في مركز نزوة الثقافي حتى 14 من شهر مايو الجاري من خلال حلقات العمل التعليمية. سعيد بن ذيب الهنائي من مركز نزوة الثقافي محافظة الداخلية. لتوعية أصحاب المشاريع الحرفية بمختلف مجالات الحماية الفكرية وكيفية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية الملتقى التثقيفي في مجال الحماية الفكرية. سعيا لتقديم الدعم والتوعية لمنتسبي مراكز التدريب والإنتاج الحرفي والحرفيين وأصحاب المشاريع الحرفية بمجالات الحماية الفكرية وكيفية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية. بمجالات الحماية الفكرية وكيفية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية يأتي الملتقى التثقيفي في مجال الملكية الفكرية
أهمية الملكية الفكرية، حيث يهدف هذا الملتقى للتعريف بأهمية الملكية الفكرية بالنسبة لحماية الإبداع، سواء كان منتج حرفي أم كان علامة تجارية أو حقوق مؤلف. كما يهدف الملتقى للتعريف بإجراءات السير للحصول على حماية وشهادة الإبداع في الملكية الفكرية، وكذلك يعني يهدف الملتقى لإبراز دور السلطنة في إبراز دور الملكية الفكرية على الإطار المحلي والدولي. الملتقى التثقيفي جاء مع اعتماد الهيئة العامة للصناعات الحرفية تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية، وذلك للحفاظ على الصناعات الحرفية وتوثيق جوانب الإبداع العماني في المجال الحرفي. الورش هي مهمة لتوعية الحرفيين بأهمية الملكية الفكرية والمحافظة على الابتكارات والإبداعات التي تنفذ من قبلهم. فمثل هذه الورش تنمي المعارف والمهارات اللازمة لمثل هذه البرامج، والأهمية حفظ كل حرفي حقوقه من الإنتاج والأفكار العامة. طبعا بالنسبة للملكية الفكرية هي تحفظ حقوقنا احنا كحرفيين في مجال الابتكارات الحرفية، بحيث انه ما يتم تقليدها من قبل الجهات الأخرى، وهذا دافع كبير لنا في الإبداع والابتكار. هي عملت لنا ملتقى لحماية ممتلكاتنا الفكرية وأفكارنا، وطبعا هي ما قصرت معنا في هذا الشيء، ونحن صراحة سعيدين بهذا الملتقى. تمكين الحرفيين مع مزايا تمنحها الهيئة العامة للصناعة الحرفية هي من ضمن الأولويات، وهذه بدورها تعزز من إنتاجية الحرفي وتسهم في تفعيل مسيرة القطاع الحرفي بالسلطنة. حماية وتسجيل الأفكار والتي تشكل كافة الأفكار الإنسانية لا تقل أهمية عن تسجيل العقار. خديجة بنت سليمان الشحية، مسقط. أخبار ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. معرض أطياف للنتاجات الفنية للطالبات بمحافظة البريمي. أهلا بكم من جديد. النتاجات الفنية لطالبات على مدى عام دراسي اجتمعت في مكان واحد، حيث فتح المجال لأولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع لزيارتها والتعرف عليها. كل ذلك كان ضمن معرض أطياف الذي أكد على وجود كثير من الإيجادات الطلابية القادرة على التميز والإبداع. لا يوجد متسع لأعمال أخرى، فجدران هذه القاعة اكتظت بلوحات فنية رسائلها متنوعة، ومدارسها أيضا اجتمعت كلها في معرض أطياف. معرض أطياف يعتبر معرض لنهاية العام، نحن نعتبره كتتويج لأعمال وجهد الطالبات قبل أن يكون تتويج لأعمال المعلمات وجهدهم مع الطالبات. المعرض الغرض منه هو نشر الوعي الفني، أيضا إعطاء كل طالبة مبدعة ومجتهدة حقها في أن يرى المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي أعمالها ونتاجها والتعبير عن موهبتها. جداريات كرتونية وأخرى نحاسية تمازجت مع فن الفسيفساء، أما التصوير بالرصاص فكان مميزا كتميز هذه المعلقات المستوحاة من التراث الإسلامي. التصوير بالرصاص عبارة عن ظلال في الرسم الخيالي أو الرسم التراثي الذي يقوم به الفنانين برسمه الظلال. أنا هنا رسمت البيئة العمانية، منها حيوان الجمل، ومنها بعض الأقمشة العمانية، ومنها الدلال والخنجر، وهنا استخدمت قلم الرصاص والقلم الحبر الأسود. وعلى الزجاج أبدعت الأنامل كما هو الحال في هذه المجسمات الفخارية والكرتونية. يأتي هذا المعرض كلوحة متكاملة أبدعت الطالبات في رسمها بمشاركة عدد من المعلمات. أنا أحب ألون وأحب أرسم
فأكثر شيء أبدع في التلوين لأنه يعبر عن إحساسي. طلبت منا الأستاذة مزنة أن نعمل قناع، فقلت يعني كل البنات بيستخدموا خامة الورق الملون والفلين، فأتتني هذه الفكرة المبتكرة أن أعمل هذا القناع. ساعدتني فيه والدتي. إعادة تدوير خامات البيئة يعد من العوامل المهمة في إثراء العمل الفني من خلال توفير العديد من الخيارات والتي تأتي كبديل لخامات أخرى غير متوفرة، إضافة إلى أسعارها المرتفعة. أنور بن زاهر الغريبي من مدرسة حفصة بنت سيرين للتعليم الأساسي، محافظة بريمي. مبادرة لاستخدام الدراجات الهوائية في لبنان تهدف إلى تشجيع الناس على استخدام الدراجات الهوائية بشكل أكبر في حياتهم اليومية، بما يسهم في زيادة وعي الناس بشأن البيئة. هل فكرت يوما أن تكون وسيلتك في الوصول إلى العمل دراجة هوائية؟ حسنا، ستعجبك إذا هذه المبادرة التي نظمتها مجموعة من اللبنانيين ممن قرروا التوجه إلى أعمالهم بالدراجات الهوائية. المبادرة Bike to Work أو إلى العمل على ظهر دراجة هوائية تعاونت مع منظميها مقاه ومتاجر لتأجير الدراجات في أنحاء بيروت، بحيث تقدم الدراجات مجانا للمشاركين، بل ووجبات سريعة أيضا لهم بطول الطريق. ويعتبر نشاط المبادرة التي تأتي ضمن الدورة الثانية لمبادرة The Chain Effect نشاطا يشجع الناس على استخدام الدراجات الهوائية بشكل أكبر في حياتهم اليومية. وتأمل نديدة رعد الشريكة المؤسسة في مبادرة The Chain Effect أن يسهم نشاط ذلك اليوم في زيادة وعي الناس بشأن البيئة وفوائد ركوب الدراجات الهوائية. خلونا خطين ماكسيموم خطين. العالم بلشوا ياخذوا بسكليتاتهم من امبارح او اليوم الصباح وبيقدروا يرجعوها لبكره من المحلات، والعالم اللي جايين من برات بيروت حطينا 3 مواقف سيارات كبيره على مداخل بيروت، من الشمال من الجنوب ومن الشرق. العالم بيجوا بيصفوا للهون، جايين من البترون من طرابلس بيصفوا بهذا الباركينج، بياخذوا بسكليت من الكاميون بيروحوا فيها على شغلهم وعشيه بيرجعوها. وتروج مبادرة The Chain Effect للدراجات الهوائية باعتبارها شكلا مستداما للتنقل في الحضر، وتعمل على تسهيل استخدامها من خلال فن الشارع والأنشطة العامة والمشروعات المجتمعية والمخططات. البسكليت هي شغلة كتير بسيطة بتحل مشاكل كتير معقدة، يعني في عندك التلوث، العجقة، الضجة، الستريس، المصروف، الرياضة، البيئة، يعني كل شيء فيها، كل هول الأشياء كلهم البسكليت بتحل هول المشاكل. ورغم سعادة المشاركين الغامرة بالمبادرة، إلا أن البعض ومن بينهم جيسيكا جابر يرى أن العاصمة اللبنانية ليست مجهزة لاستخدام الدراجات بشكل يومي. هلا أكيد كرمال العجقة هي نمبر 1، يعني ثاني شيء كرمال الانفايرمنت أكيد، يعني مع كل التلوث، بس أكيد بفضل كل يوم أجي على البسكليت، بس يعني الطرقات أبدا منا مجهزة، يعني يمكن بالجبال شوي مجهزة بس هون أبدا. ويأمل المشاركون في أن تسهم المبادرة بتقليل استخدام اللبنانيين لسياراتهم في المسافات القصيرة، كما أنها لقيت استحسانا لدى البعض من خارج بيروت، إذ انضم إليها مشاركون من طرابلس بشمال لبنان يستخدمون الدراجات الهوائية في الذهاب إلى عملهم والعودة منه. سويديون يتجمعون لمشاهدة أبقار تستمتع بإطلاقها نحو الحقول بعد شتاء طويل، وذلك تقليد سنوي متبع منذ زمن طويل بين المزارعين في منطقة الشمال الأوروبي. إلى التقرير. أكثر من 1000 شخص تجمعوا لمشاهدة قطيع من الأبقار وهي تستمتع سعيدة بأولى فرصها في هذا العام بالخروج إلى البراري والحقول الخضراء بإحدى مزارع ستوكهولم في السويد بعد شتاء طويل ومظلم. إطلاق الأبقار في هذه الفترة هو تقليد سنوي متبع منذ زمن طويل بين المزارعين في منطقة الشمال الأوروبي، بحيث تفتح العديد من المزارع أبوابها وتقيم فعاليات تعطي سكان المدن وخاصة الأطفال الفرصة للاقتراب من الحيوانات التي تمنحهم الحليب. وفتحت بوابات الحظائر أمام الأبقار لتنطلق خارجة عبر طريق قصيرة ممهدة تقودها نحو الحقول الخضراء
التي لم يروها لشهور بسبب شتاء السويد القارس. أحد الزائرين واسمه أولوف فادل قال إن الحدث يستهدف إسعاد الأطفال بالأساس ليستمتعوا بهذه الطريقة الجميلة في استقبال فصل الربيع، مضيفا أن رؤية الحيوانات سعيدة تجعلهم سعداء، فالظلام ينقشع والربيع في طريقه إليهم. وقدمت شركة أرلا لمنتجات الألبان عينات من الحليب وكعك القرفة إلى الحاضرين الذين بلغ عددهم 1200 شخص، معظمهم من الأطفال ممن سجلوا أسماءهم لحضور الحدث. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. السلطنة تشارك دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. الإعلان عن تشكيل لجنة لطلبات تسجيل الملكية الفكرية للصناعات الحرفية. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار ثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.